قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. مهما أتيتني بعذر، أنت تعلم أنك مبطل، أنت تعلم أنك مخترم لحدود الله. حتى مهما أتيتني بعذر، حتى مهما أقنعتني وأنا يعني خال علي ما تقول وجعلت تعتذر باعتذارات مقنعة ومفهومة، أنت خدعتني، لكن أنت لا تستطيع أن تخدع نفسك. أنت تعلم أنك مبطل وتعلم أنك مريد لهذا الأمر، ولكن خدعتني. أنا كبشر ممكن أخدع.